انت دلوقتي قدامك الكاميرا وهتوجهي كلمه للفنانه القديره سهير المرشدي يا والدي. قولي لها ايه؟ والله بتعجز الكلمات لما الواحد بيجي يتكلم. احيانا لما بيبقى جواه احاسيس كتيره كلام بيرخص بيفقد معناه. لانه اقول لها ايه؟ اقول لها يا رب يا رب اقدر اساعدك، وانا لو في حاجه كويسه في حياتي هيبقى الفضل بعد ربنا ليكي، ويا رب يا ماما يديكي كل ما انا اتمناه لنفسي واكتر، ويا رب يديكي كل ما تمنوه الانبياء لامهاتهم واكتر، ويا رب يبارك في عمرك ويديك الصحه وما تتوجعي ابدا ولا تتالمي ابدا، ويجعلك دايما كده دفع عمري وسند قلبي يا رب يا رب. كانت ايه دعوة مامتك ليكي؟ ربنا يحبب فيكي خلقه، ربنا يكتب لك العلا دنيا واخره. تقولي دايما حاجه يا رب ايه؟ اجعلك شامه وعلامه. شامه وعلامه، الله، دي حلوه قوي الدعوه دي، جميله بجد. ربنا يخليكوا لبعض بجد، هي سيده عظيمه جدا، ربنا يحميها ويحميها ليكي ويحميكي ليها ان شاء الله يا رب. ربنا يخليكي.